والله هذا شارع النفط اذونا، سووا هذا البوري واذونا، خربوا الشارع، وهذا الشارع ما حد ماكو شو خدمات بيه، لا بلديه لا هاي. وهذا الشارع من سوى هذا المشروع؟ دمروا المنطقه كلها. اول شيء التراب، خلينا نقول الوادم اذاها، يعني تاذت الوادم شكل، تاذت كلش. يعني انت من سويت هذا الشارع خذيت المشروع، غير سوي رتب الشارع ابلطه نظفه. اقول اكو فساد، لان ماكو واحد يحاسبهم، ماكو واحد يراقبهم. بلديه مال البصره هاي هنا البلديه ما عليهم هاد مسؤول، المحافظ تاركها. محافظ شغل المحافظ شنو؟ مثل يقول من فوق الله الله ومن جوا يعلم الله. المحافظ يشتغل بس باليمه. اكيد ماكو توجيه او ماكو رقابه، واكو بعد فساد عمولات شغلات هاي هم بتاثر على المشروع طبعا. اي ولا المقاول المفروض يكون عليه فد مهندس مقيم، فد مسؤول يكون يتابع الشغله، يتابع المشروع شان مش عدل. والا فليش هاي المشروع عليه صار له فتره كلش؟ هاي منطقه 500 وجت شركه واشتغلت بيها، وانه بظلوا وش يسوون؟ ياخذون هاي الشغله وخذوها شغله ثانيه، ظل يعوف هاي يروح يشتغل بذيك. هاي علقها، خليها معلقه الشغله، مو شغله نظاميه. شغلتهم لا يجي مقاول يباوع، لا يجي هاي. اي المقاول شو يسوي؟ اعطى فلوس اشتغلوا هاي الشغله، انه بطاح بيها عافوها راح اشتغلوا بشغله ثانيه.